دكتور طارق، تابعنا طبعا التقرير، ومن الامور المثمره مؤخرا في بطوله السوبر ان دايما بيتم التعاون مع دوله الامارات الشقيقه، والتعاون ده بيكون كمان مع مجلس ابو ظبي. الحال هيكون في هذه البطوله التعاون ما بين الاتحاد المصري ومجلس ابو ظبي الرياضي، والبطوله بمشاركه 4 فرق. فكره اصلا ان بطوله مصريه تقام خارج الاراضي المصريه اعتقد تسويق كبير جدا لقيمه المنتج المصري في النهايه. والحقيقه كلنا اتفرجنا على البطولات اللي اقيمت، حتى لما بيبقى في اطراف غير الاهلي والزمالك، البطوله الاخيره بمشاركه مثلا بيراميدز او غيرها من الانديه المصريه اللي بتشارك خارج مصر في العموم، دايما بنشوف حفاوه كبيره جدا، جماهير مصريه متواجده، بيبقى زي كرنفال او احتفال بالنسبه للجماهير المصريه المغتربين، وحتى بعض الجماهير بتسافر عشان تؤازر فرقها. قيمه المنتج المصري خارج الاراضي المصريه في راي حضرتك؟ بص، كان في ناس فاهمه فهم خاطئ ان يقول لك ده سوبر مصري، ايه اللي يخليه يتلعب بره؟ لغايه ما شافوا على ارض الواقع ان مثلا الاسبانيا وهي دوله كرويه كبيره، بل ان الدوري الاسباني في بعض السنوات اللي فاتت كان الدوري رقم واحد لغايه ما يستعاد الدوري الانجليزي عافيته، فبقى الدوري الاسباني غالبا نمره 2 في العالم بعد الدوري الانجليزي، يعني دوري دايما ما بين انه مركز اول او مركز تاني على مستوى العالم ككل. أقاموا بطولة السوبر بتاعتهم في السعودية، فكانت نظرة غير دقيقة شوية من جانب الناس اللي كانت بتنتقد أن بطولة مصرية تقام خارج الديار. لكن طبعا 6 نسخ من ال20 نسخة دول يعتبروا من أنجح النسخ اللي أقيمت في السوبر، لأنها أقيمت على وجه التحديد في الإمارات، 6 نسخ خارج مصر، كان في جماهيريه كبيره جدا. شفنا الجمهور تقريبا كان مالي المدرجات في اغلب المباريات اللي كان طرفيها الاهلي والزمالك، بالذات لما لعبوا خارج حدود مصر. شفنا ايضا ازاي دخل مباراه السوبر زاد جدا، لان ده هو جزء من السبونسرشيب او جزء من الرعايه بيكون عن طريق استضافه المباريات الكبيره. واحنا شفنا السعوديه ازاي عملت نجاح كبير جدا باستضافه مثلا السوبر الاسباني عامين ورا بعض، وكانت مباريات السوبر ملتهبه جدا بوجود ريال مدريد وبرشلونه الفريقين الكبار في العالم. فبالتالي بقت ظاهره عامه انك انت تعمل البطوله خارج الديار، ما بقتش حاجه منتقده زي ما كان زمان بيعتبرون ان ده ايه سوبر مصري يتلعب في مصر. لا، بقت بشكل طبيعي جدا ان البطوله دي بتستضاف خارج الاراضي المصريه، والامارات نجحت ان هي تحط بصمه عليها بشكل ممتاز جدا. وتغيير نظام البطوله هيزود كمان عدد المباريات، بدل ما كنا بنتفرج على مباراه واحده دلوقتي هنتفرج على 3 مباريات.